استغاثة على فيسبوك، حلو كده؟ تم رصدها، خد بالك بقى، استغاثة على فيسبوك تم رصدها من منظومة الشكاوي في مجلس الوزراء. طيب، ولما رصدت هل وقف الجميع مكتوف اليد يعني يقول لك احنا رصدنا والحمد لله؟ لا، حصل على طول التحرك وبكفاءة، فتم النجاح حقيقي في تسليم 3 أطفال لوالدتهم بعد ما تحرك بيهم القطر. من فين؟ من بنا. هي ركبت القطر، الولاد لسبب أو لآخر العيال مش موجودة معاها، هوب اتحركت، القطر مشي، بس بعد هذه الاستغاثة اتحركت الحكومة، هاتوا الولاد وصلوهم لوالدتهم بتمام الصحة والسلامة والعافية. وادي الصورة، ناس عاديين من بلدنا زي أغلب أهالينا. معانا على التليفون دكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا، ازي حضرتك يا تحياتنا ونرفع القبعات. ربنا يبارك في حضرتك يا زوز، شكرا جزيلا. الحاجات دي بصراحة تفرح، يعني الحاجات السريعة وبسرعة وبنرصد وبنتابع وبنشوف وبنتحرك، تفرح تفرح أبصم بالعشرة. الحمد لله، وزي ما حضرتك فرحان، احنا كفريق عمل منظومة الحقيقة كمان بنكون فرحانين وسعداء بجهود زملائنا وزميلاتنا في جميع الجهات الحكومية، سواء الوزارات أو المحافظات أو باقي الهيئات الحكومية المختلفة، اللي الحمد لله رب العالمين يا أستاذ قدرنا يعني نساعد في وجود حالة مختلفة ما كانتش موجودة قبل إنشاء المنظومة بفضل الله. يعني منذ صدور قرار إنشاء المنظومة، وده كان قرار السيد رئيس الجمهورية في 2017، بدأنا يعني نقول إن في منهجية جديدة لازم نشتغل عليها، وهي أن تكون الحكومة بكافة جهاتها ومؤسساتها يعني في مواجهة ولصالح المواطن، مسخرة لأجل المواطن، شايفة المواطن، لكن هي يعني مسؤولية واحدة أمام مواطنيها. فإحنا كلنا بنكمل بعض على مستوى كل الجهات. أنا أحب الحواديت جدا بقى، أحب الحواديت. وبدأنا حضرتك يعني فرق العمل في كل جهة من الجهات نتواصل، ويعني بصفة يومية وعلى مدار اليوم كل ما يخص جهة من هذه الجهات يتم التواصل مع المختصين والمعنيين. لازم يا دكتور، لازم يا دكتور تقول لي الحدوتة من بدايتها، ما تسيبنيش كده. يعني الحدوتة من بدايتها زي ما بقول لحضرتك كده، بدأت بأن لابد من إحداث نقلة. لا ده أنا فاهمه، أنا بتكلم على الحدوتة دي تحديدا. الحدوتة النهاردة بتاعتنا بدأت إزاي؟ بدأت حضرتك زي ما سيادتك تفضلت وذكرت، منشور على إحدى صفحات الفيسبوك، سيدة بتقول أو بتطلب بيانات محطة بنها، لأن يعني شقيقتها كانت موجودة أو لسبب أو لآخر أولادها انفصلوا عنها والقطر اتحرك بيهم، وكان معاهم التليفون المحمول الخاص بالأم، ومش قادرة توصل لهم وهم مش قادرين، وخلاص القطر اتحرك. وطبعا يعني بدأ بعض الناس برضو الإيجابيين ينشروا رقم لمحطة بنها، لكن زملائي وزميلاتي في المنظومة رصدوا هذه الاستغاثة. تم التواصل مباشرة مع وزارة النقل، الحقيقة بمنتهى السرعة تم التواصل مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشرطة النقل والمواصلات، وبدأوا يتعاملوا على طول، رصدوا القطر وتوصلوا لرقم القطر وتحرك وتوقيت التحرك، والأهم كان توقيت الوصول، وحد من القطر توصل للأولاد، وكان في استقبالهم مسؤولين آخرين في المحطة واستقبلوهم، والسيد مدير المحطة استقبلهم في مكتبه، وبدأت تطمينات بقى للسيدة اللي نشرت هذا الكلام، ثم للسيدة والدتهم، لحد ما حصل اتجمعوا زي ما حضرتك شايف في الصورة واستلمت أبنائها الحمد لله. وده يعني الحقيقة أحد النماذج لسرعة الحركة والتنسيق، بغض النظر عن موضوع يعني مضمون الاستغاثة أو هذا الموضوع يا يوسف، هي فكرة إن الأجهزة الحكومية فيما بينها بتنسق بسرعة
وبتتحرك بتوقيتات مناسبة وبتخدم على المواطنين لتحقيق أفضل استجابات ممكنة. والجميل إن ده مش شكوى احنا تلقيناها، لأن احنا برضو يعني ده مبدأ واضح إنه عندكم فريق للرصد والمتابعة. احنا عندنا الحقيقة في زملاء وزميلاتي في المنظومة بيرصدوا جزء، وعندنا أيضا المركز الإعلامي يعني في مركز المعلومات ودعم الاتخاذ في مجلس الوزراء، والمكتب الإعلامي الدولي في رئيس مجلس الوزراء، كلنا متفقين كده وبنتشارك مثل هذه الأمور والموضوعات. أيا كان النوع بيتم التواصل قدر المستطاع وقدر الإمكان، طالما أن احنا قادرين نقدم المساعدة اللازمة لأصحاب هذه الاستغاثات. إلى جانب طبعا ما ننساش أن فيه اللجنة، لجنة الاستغاثات الطبية في مجلس الوزراء أيضا بتاخد طبعا بعض الحالات اللي متعلقة بالجوانب الصحية والطبية. طبعا إذا اتكلمنا عشان نكون منصفين يا أستاذ يوسف على موضوع الشكاوى ورصد الاستغاثات وغيره، مش ده بس اللي بنشتغل عليه، ده لكن ده بنعتبره أحد الروافد المهمة جنب الجهود الكبيرة اللي بتبذل على مستوى الحكومة بأجهزتها المختلفة اللي موجهة أصلا لصالح المواطنين. الأصل إن الحكومة بكل أجهزتها بتجتهد لتوفير وإتاحة الخدمات بأفضل أسلوب مناسب وبشكل مناسب وبجودة مناسبة على كل المستويات. والمناطق دايما يا دكتور، والمناطق اللي احنا عارفين ان ما زلنا محتاجين فيها جهود اكثر سواء على مستوى إتاحة الخدمات او الارتقاء بمستوى جودتها، بيتم ده من خلال السياسات المطبقة والمتبعة والمشروعات المختلفة اللي بتتم، وإضافة الى مشروع يعني او مبادرة حياة كريمة برعاية السيد الرئيس اللي حضرتك يعني أثرها بقى ملموس لنا كلنا، وإحنا أغلبنا جذورنا من الريف وشايفين الكلام ده قدام عينينا، وشايفين قد إيه بتكون المبادرة حريصة على إنشاء مراكز يعني حديثة لخدمة المواطنين. أحد مكوناتها الرئيسية هي تحقيق تواصل فعال مع المواطنين، وبيربط المواطنين بكل مركز من مراكز دي بحكومته للحصول على الخدمات المختلفة أو لاستقبال شكوى وطلب واستفسار المواطن. مية مية. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر لدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء. التحرك السريع ده أهم حاجة.